السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو. سريعا إن شاء الله نتكلم عن جهاز اي نوت من شركة كاربو الذي يستخدم في كتابة المحتوى التعليمي على السبورة الإلكترونية، سواء كانت سبورة زوم أو سبورة ايدرو أو جامبورد، أي سبورة إلكترونية متصلة بالحاسوب. تمام؟ هو أنا يعني كثيرا ما تحدثت عن السبورة اللي هي الحقيقية اللي هي زي دي، وعملت عنها فيديوهات إن هي مهمة جدا إنك تستخدم القلم، تمام، وتكتب على السبورة، وطبعا في كاميرا بتصور هنا، تمام، وأقوم بتشغيلها على الحاسوب. يعني لو شغلنا السبورة هنا على الحاسوب بهذا الشكل، تمام، طبعا ظهرت السبورة اللي هي دي على الحاسوب. لو انا كتبت بهذا الشكل ستظهر الكتابة على الحاسوب امام الطالب. طبعا هي مهمة جدا جدا، تمام، وفي رأيي يعني هذا الجهاز قد لا يغني عنها، خصوصا في تعليم المستويات التمهيلية، في تعليم اللغة مثلا او من هذا القبيل، لانك بتتحكم بالقلم وتستطيع انك تنتج خطا جميلا جدا باستخدام الاقلام عبر السبوره العاديه. انا يعني سانشر لكم فيديو ان شاء الله، او ساترك رابط الفيديو الذي تحدثت فيه عن السبوره العاديه وكيفيه استخدامها، وازاي اشارك اثنين شاشه، شاشه سبوره والشاشه اللي هي انا ظاهر فيها الان. لكن خلونا نتكلم عن هذا الجهاز. هو طبعا لا يوجد، يعني يوجد اجهزه اخرى غير هذا الجهاز، في جهاز اسمه واكوم، وفي تقريبا جهاز اسمه هوني، تمام. واكوم هو ممتاز لكن سعره يتعدى 2000 جنيه، تمام. هوني تقريبا 1200، لكن المشكله فيه انه الخط لا يظهر على التابلت مع هوني، يعني انت بتكتب لا تظهر الكتابه هنا. لكن الميزه في هذا الجهاز انه اظن انه يكفي ويؤدي الغرض، والكتابه تظهر هنا وتظهر ايضا في السبوره التي ستكتب عليها. فلو احنا قمنا باستخدام قمنا بعمل الشاشه، تمام، شاشه زوم بهذا الشكل اللي هي السبوره العاديه، تمام. عايز بس اقرب لكم التصوير بحيث يظهر لكم، مش عارف هيظهر ولا لا، تمام. طيب لو انا استخدمت، شايفين بستخدم الماوس، تمام، الكتابة اعتقد انه مش هيظهر الكتابة بسبب الاضاءة يعني، تمام. هنشر لكم فيديو انا بكتب على السبورة باستخدام القلم. انا طبعا بستخدم القلم، تمام، واستطيع ان انا اكتب اي شيء هنا، تمام، بهذا الشكل. انا كتبت بسم الله، طبعا هي مظبوطة لكن التصوير جايبها معكوسة، تمام. واستطيع طبعا ان انا امسح ما كتبته من هنا واكتب من جديد مرة ثانية، ممكن يستخدم في الرسم لتعليم الطلاب الحروف وهذا هذه الامور. شايفين اللي انا كتبته هنا ظهر على السبورة. لو انا مسحت من هنا لازم امسح من خلال الماوس على السبورة. طبعا ممكن استخدم القلم ده كماوس، يعني لو انتم شايفين انا ممكن احرك اي شيء موجود على، شايفين، باستخدام القلم فقط، تمام. اي كتابة اكتبها هنا ستظهر على، زي ما انتم شايفين ظهرت على السبورة بشكل طبيعي تماما، ممكن استخدمها في الشرح في اي شيء. فالجهاز ده انا شايف انه كويس، هو سعره حاليا 1500 تقريبا على موقع شركه كاردو، تمام. انا بحاول ان انا يعني اتواصل مع الاداره وان هم يعني يعملوا لنا تخفيض للزملاء لو احنا هناخد كميه، يعني لو عدد من الزملاء هيشتري هذا الجهاز. انا اشتريته ب 1200 وحاليا 1500، تمام. فيعني الفكره بتاعته رائعه. ساترك الروابط، رابط هذا الجهاز وجهاز كاردو وجهاز هوني برضو بإذن الله، والفيديو بتاع السبورة العادية، بحيث يعني تستفيدوا من هذه الفيديوهات إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، لا أريد أن أطيل عليكم. برضو سأنشر كده فيديو أنا بستخدم الكتابة على السبورة من خلال ده، طبعا تستخدموا على أي سبورة إلكترونية. شكرا جزيلا، وألقاكم في فيديوهات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.